السلام عليكم. تلخيص تاريخ صفحة 49، موضوع التجارة. هذا لخصته، يفيدكم بالامتحانات الشهرية، يفيدكم بامتحانات أخير السنة، على مود بساعة تحفظون وتركزون ما تنسون وتجيبون درجات عالية. علل حطيتكم أنا تعاليل وفراغات وتعداد عددت حتى تطلع الموضوع سهل وما تنسوا بسرعة. إن شاء الله النجاح. علل نشوء التجارة في العراق وتطورها وازدهارها. نعم، الجواب لأنه يقع للتجارة الرئيسية بين الخليج العربي والبحر المتوسط. هذا هو الجواب المهم. حاطة تعليل ثاني، دفع العراقيون القدماء العمل في الخارج. الجواب لأنه يفتقر لبعض المواد الخام الضرورية كالأحجار والمعادن والأخشاب. سؤال، ما هي المنتوجات الفائضة بالتجارة في العصور القديمة لبلاد الرافدين بالعراق؟ الجواب المنتوجات الزراعية مثل الحنطة والشعير والقطن. اثنين، المنتوجات الحيوانية مثل الزيوت والجلود والأصواف. سؤال، كيف نشطت الحركة التجارية مع بلدان العالم في العصر البابلي القديم؟ أولا، قام البابليون بتأمين طرق المواصلات والقوافل. اثنين، استخدموا الذهب والفضة في تقدير البضائع. ثلاثة، الكهنة من أثرياء التجار. نعم، هنا أنا حطيت لكم فراغ. استخدموا البابليون المعادن الثمينة لتقدير البضائع. من هي؟ هي الذهب والفضة. هنا فراغ، كان فراغ من أثرياء التجار في بلاد الرافدين في بابل. يعني من هم الكهنة؟ الكهنة هم أثرياء التجار. نعلل، هذا التعليل مهم. براعة الفينيقيون بالملاحة البحرية. الجواب لأن لهم سفن بمجاذيف للحرب والتجارة. اثنين، بناء أسطول كبير للسفن التجارية وسيطرتهم للبحر المتوسط. ثلاثة، أقاموا مراكز تجارية في تونس وقبرص وبلاد اليونان وجنوب إيطاليا وإسبانيا. أربعة، نقلوا مظاهر مختلفة لرحلات الفينيقيين البحرية بالحروف، يا حروف الأبجدية. هذا هو تلخيصي، وأسألكم الدعاء وشكرا.